اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحول لمشاهدينا الكرام لاستاد الجيش ببرج العرب مع الزميل العزيز محمد غندر اللي يخبرنا عن كواليس هذه المباراه، مباراه المصري والاسماعيلي قبيل انطلاقها، وهل الانتدابات اصبحت مرضيه بالنسبه لكلا الشارع الاسماعيلاوي والشارع البورسعيدي؟ زميلي محمد لك الكلمه، تفضل. تحياتي زميلي تامر صار، تحياتي لكل الساده المشاهدين هنا من استاد الجيش ببرج العرب ولقاء ديربي القناه وزعامه القناه ما بين النادي المصري ونادي الاسماعيلي، وهو اللقاء الذي يحمل رقم 120 في تاريخ مواجهات الفريقين. لابد في البدايه زميلي تامر ان نشيد بكل شيء هنا في استاد الجيش ببرج العرب، يعني تم تعقيم غرف ملابس لاعبي النادي المصري وغرف ملابس لاعبي النادي الاسماعيلي، ارضيه الملعب، المداخل، كل شيء بصراحة، وأرضية الملعب ما شاء الله حاجة تفرح، يعني منتظرين مباراة ممتعة ما بين النادي المصري ونادي الإسماعيلي. وكان لابد أن نشيد بكل مسؤول الجيش هنا في برج العرب. لو تحدثنا عن النادي المصري زميلي تامر أقام ثلاث معسكرات، الأول في شرم الشيخ استمر لمدة 10 أيام، ثم عقبه معسكر في مدينة بورسعيد وأيضا استمر 10 أيام ولعب عدة مباريات مع أندية من الدرجة الثانية، ثم غادر هنا لبرج العرب وأقام معسكره اللي هيكون شبه دائم طوال هذا الموسم، هو هذا الملعب الرئيسي سيكون للنادي المصري. عايز اقول لك يعني من ضمن غيابات النادي المصري النهارده في ايزي ايميكا، وده طبعا خرج من التشكيله الاساسيه يمكن في خلال ساعات بسيطه لوجود مشكله مع وكيله، وايضا هناك علاء عطا المنضم حديثا، ومحمد صالح العائد بعد اصابه، ومحمود حمد وسعيده العائد ايضا بعد غياب طويل في بوركينا فاسو. لو بالأمس كان هناك التدريب الرئيسي لفريق النادي المصري استمر حوالي 60 دقيقة، اشتمل على خطة التي سيخوض بها الكابتن علي ماهر مباراة اليوم وتلقين اللاعبين خطة المباراة، وكان هناك حماس شديد من جميع اللاعبين سواء القدامى أو الجدد من أجل نيل شرف البداية، كما أكد لهم الكابتن علي ماهر أن لابد أن تكون البداية في صالح النادي المصري، وأن جماهير النادي المصري تنتظر الكثير بعد انضمام أكثر من 9 صفقات اعتبرها الجميع أنها الصفقات السوبر في تاريخ النادي المصري في السنوات الأخيرة. أيضا كان في اجتماع بين مجلس إدارة النادي المصري الذي طالب لاعبيه بضرورة الفوز وبضرورة مصالحة جماهير النادي المصري وتكون البداية من هنا من مدينة الأسكندرية. عايز أقول لك النادي المصري هو من بادر بالوصول هنا لأرض الملعب ثم عقبه فريق النادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي أيضا حضر بالأمس بعد أن أدى تدريبه بالأمس في مدينة الإسماعيلية، واستمر التدريب حوالي 60 دقيقة، وبعد التدريب كانت هناك مأدبة عشاء دعا إليها الأستاذ المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي في حضور مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وطلب اللاعبين بضرورة الفوز وبداية صفحة جديدة. وكان التدريب استمر حوالي 60 دقيقة، واشتمل أيضا مع المدير الفني ريكاردو وجهازه الفني على الخطة التي سيخوض بها المباراة، وطبعا هي خطة هجومية، خصوصا أن نادي الإسماعيلي ضم أيضا 7 صفقات خصوصا في الخط الأمامي سواء أري بابل أو فخر الدين يوسف، وطبعا وهم من المهاجمين الكبار في الدوري المصري وهيكون لهم شأن كبير في الدوري المصري. أيضا حرس باهر المحمدي كابتن فريق النادي الإسماعيلي المصاب على التواجد مع بعثة النادي الإسماعيلي هنا في مدينة الأسكندرية، وبات في المعسكر واستمر مع اللاعبين في معسكرهم وحثهم أيضا على الفوز. أيضا عايز أقول لك أن تشكيلة النادي المصري وصلت الآن، تشكيلة النادي المصري: أحمد مسعود في حراسة المرمى، إسلام عطية، أحمد شوشة، فريد شوقي، عمر كمال، حسن علي، كريم العراقي، محمد عنتر، أموتو، مصطفى سلطان، وعمرو موسى، وفي الاحتياطي عصام سلطان، وأحمد رفعت، وإسلام صلاح، وحجاج عويس، ومحمد جابر، ومحمد جريندو، وكسادي كاسينجو، وأحمد شديد إناوي، وأحمد جمعة. أيضا هناك تشكيلة نادي الإسماعيلي: محمد فوزي في حراسة المرمى، محمد بيومي، محمد هاشم، مروان بن إدريس، محمد البدري، عماد حمدي، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مدبولي، فخر الدين محمد، وأري بابل. نادي الإسماعيلي هيشرك 4 لاعبين جداد، في حين أن النادي المصري هيشرك 2 من اللاعبين الجداد. محمود ناجي وحكم لقاء اليوم، نتمنى له كل التوفيق. هذا كل ما لدينا زميلي ثامر، والعودة لك واستاد مصر. شكرا للزميل العزيز محمد غندر من استاد الجيش ببرج العرب.